بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم إلى دار الأبرار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في خواطر الثلاثاء ومجالس الإخاء التي نرتجي أن تكون لنا ولكم زادا في يوم اللقاء. أيها الأحبة، من أعظم العبادات القلبية التي يتقرب بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى عبادة الخوف. هذه العبادة الجليلة التي إن وجدت في حياة الإنسان كانت حافزا له في الطاعات وحاجزا له عن المعاصي. وحقيقة الخوف هو هلع وهرب القلب من كل مكروه، ولذلك رفع الله سبحانه وتعالى شأن هذه العبادة فجعلها هي علامة الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن الصادق هو الذي يتميز بخوفه من الله سبحانه وتعالى، بل رفع الله عز وجل أهل الخوف ووعدهم بذلكم الموعود العظيم الجليل. ولمن خاف مقام ربه جنتان، لم يقل الرب جل في علاه جنة واحدة بل جنتان إن حقق الخوف منه، بل هي من صفات المسارعين في الخيرات الذين هم من خشية ربهم مشفقون. في ختام الآيات: أولئك الذين يسارعون في الخيرات. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ذلكم الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والجزاء أيها الأحبة من جنس العمل، فالذي يخاف الله عز وجل في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيه الأمان في يوم القيامة، كما قال جل في علاه: وعزتي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى في هذه الدار في هذه الدنيا فله بإذن الله عز وجل الأمن بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف أيها الأحبة، إن استقر في قلب الإنسان حصل له الخير العظيم، كما جاء عن إبراهيم بن سفيان رحمه الله قال: إن الخوف إذا سكن في القلب طرد منها مواضع الشهوات وطرد منها الدنيا. فكلما تمكن الخوف من قلب الإنسان كان دافعا للشهوات ورادعا لهذه الشهوات. وعلى العكس من ذلك، كما قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، يعني صار خرابا قاسيا لا يتأثر بسبب فقدان هذا الخوف. والخوف من الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة على مقامين عظيمين دائما يذكرها العلماء. المقام الأول أن يخاف الإنسان من مخلوقات الله عز وجل، مثل النار والصراط والقبر والموت وغيرها من مخلوقات الله عز وجل. وهذه هي لعامة الخلق، وهي التي تتفاوت ترتفع وتنزل. لماذا؟ لأن الإنسان ينظر إلى هذه المخلوقات، فإن أصيب بالغفلة نقص هذا الخوف في حياته ونقص الإيمان. الإنسان يقف في موقف ويتذكر موقف من المواقف، يتذكر النار أو الموت أو القبر، يزداد خوفا من الله عز وجل. وإذا نسي هذه المواقف يقل الخوف. ولذلك هذه الدرجة لعامة الناس. وهناك درجة أخص، وهو أن يخاف الإنسان من ذات الله عز وجل، أن يخاف الإنسان من ذات الله عز وجل، وهذه من أعظم الدرجات. ولذلك قال أهل العلم: هذه لا تكون إلا للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
هذه الدرجة العظيمة المؤثرة في حياة الإنسان. أيها الأحبة، هذا اللقاء كان بعنوان تأملات في آية عظيمة من آيات الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقبل هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة آل عمران، واختلف العلماء في معنى يخوف أولياءه، ما المقصود؟ فقال بعض أهل العلم أن الشيطان يخوف أتباعه من المنافقين والكفار من المؤمنين، وقيل العكس، أن الشيطان يخوف المؤمنين بأتباعه، أي يخوف المؤمنين من الأعداء ويخوفهم من الناس. ويقول شيخ الإسلام تيمي هذا المعنى هو الأقرب، لأن قبل هذه الآية الله ذكر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ثم جاءت هذه الآية فهي في مقام تخويف الشيطان للمؤمنين بالناس. الذي يهمني في هذا اللقاء أيها الأحبة أن أتكلم عن أمرين عظيمين. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أمر بأمر وحذر من آخر، قال: فلا تخافوهم وخافوني. هذه إشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أن هناك نوع من الخوف محمود وهناك نوع مذموم. فأنا أريد أن أتناول أنواع الخوف المحمود. متى يكون الخوف مستحسن ومحمود في هذه الشريعة، ومتى على العكس من ذلك يكون الخوف مذموم؟ هناك صور كثيرة يكون الخوف من الأمور الطيبة في حياة الإنسان. أولى هذه المواطن أن يخاف الإنسان من ارتكاب الذنوب والمعاصي، هذا هو حقيقة الخوف. كما قال الشيخ الإسلام تيمية: الخوف الصادق ما حجزك عن المعاصي. فهذا أول أنواع الخوف المحمود، الخوف الذي يحجزك ويمنعك عن الذنوب والمعاصي. إذا أراد الإنسان أن يقبل على ذنب يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك مجاهد رحمه الله في تفسير الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيتركها فرقا من الله. فرقا يعني خوفا من الله عز وجل، يكون قريب من هذه المعصية لكن يتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول من الخوف الطيب المحمود. أيضا النوع الثاني أن يخاف الإنسان بعد ارتكاب الذنب. إذا وقع الإنسان في ذنب بسبب غفلة، بسبب الشيطان، بعد ارتكاب هذا الذنب كيف حاله؟ هل في قلبه الندم؟ هل في قلبه الوجل؟ هل في قلبه الخوف؟ فإن وجد الخوف في قلبه بعد ارتكاب الذنب فهذه علامة خير، لأن العلماء يذكرون أن الإنسان المؤمن هو الذي يتأثر بعد المعصية ويخاف ويندم ويكون في قلبه الوجل، وأما المنافق فلا يبالي وكأنه لم يفعل شيء. فإذا هذا الموطن الثاني أن يخاف الإنسان بعد المعصية. وأيضا الثالث من أنواع الخوف المحمود الخوف في باب الورع. الخوف في باب الورع، إنسان شك في أمر هو بين الحلال والحرام، يخاف ما يقدم على هذا الأمر، معاملة فيها شبهة، قد يقع في جنس من أجناس الربا، يقول: لا، أحفظ ديني ولا أدخل في هذه المعاملة. هذا باب عظيم جدا، أن يخاف الإنسان في باب الورع من الأمور المشتبهات، من الأمور التي ربما تقود الإنسان إلى المعاصي. وأيضا أيها الأحبة، رابعا من الخوف المحمود هو الخوف الذي يجعلك لا تترك الطاعات، الذي يجعلك تحافظ على الفرائض. الخوف من الله عز وجل
ما يجعله ينام عن صلاة الفجر. الخوف من الله عز وجل ما يجعله ينام في أوقات الطاعة. في حياة الصالحين لما نقرأ بعض التراجم بعضهم ما كان ينام الليل، وكان يقول ذكر جهنم طير النوم من حياتي، بسبب ذكرى الآخرة كانوا يخافون. فهذا محمود أن الإنسان بسبب هذا الخوف لا يترك الطاعات. أيضا خامسا من الخوف المحمود العظيم في حياة الإنسان أن يخاف الإنسان بعد الطاعة أن الله لا يتقبل منه. هذا خوف المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. صفة أهل الإيمان يفعلون الطاعات ما يصيبهم الغرور. كثير من الناس يغتر بطاعاته، يغتر بعباداته. المؤمن لا يخاف. اقرأوا في تراجم الصالحين كان وقع قبول العمل في حياتهم أشد، يخافون من هذه المسألة ألا تقبل هذه الطاعات. فهذا خوف محمود. السادس من أنواع الخوف المحمود أن يخاف الإنسان من مسألة الخواتيم. مسألة أرقت الصالحين، خوفتهم، كيف ستفارق هذه الدنيا؟ على ماذا ستموت؟ هل على طاعة الله أم معصية الله عز وجل؟ كان بعض الصالحين يخاف ويبكي، فلما يسأل يقول أخشى من الخاتمة، أخشى من الخاتمة، وهم على مراتب من الخير والعبادة، ولكن يخشون من قضية الخواتيم. سابعا من الخوف المحمود الخوف الذي يكون بتذكر مراحل الآخرة وسفر الآخرة، الذي يتذكر الإنسان فيه الموت والقبر والبعث والحساب والميزان وتطاير الصحف والصراط والجنة والنار، فيتذكر هذه المواطن فتورث الخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض من ذلك أيها الأحبة، هناك الخوف المذموم الذي لا تريده الشريعة. ومن أخطر أنواع الخوف المذموم خوف السر. خوف السر هذا الذي ربما يقع الإنسان فيه في الشرك، أن يخاف الإنسان من المقبورين كما يعتقد بعض الناس أن صاحب القبر قد يضره أو ينفعه، أو خوف بعض الناس من السحرة أنه ممكن يطلع عليه ويضره، أو خوف الناس من الجن يخافون من هذه المخلوقات كخوفهم من الله عز وجل، وهذا خطير جدا. هذا الخوف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الخوف العظيم يفرد به الله سبحانه وتعالى. أيضا من الخوف المذموم ثانيا أيها الأحبة الخوف الذي يمنع الإنسان من الطاعات، خوف يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسبب خوف من بعض الناس يترك هذه الطاعة ويترك هذه العبادة أو يترك غيرها من العبادات خوفا من مسؤولة أو خوفا ممن يراقبه، فيترك الطاعات ويترك العبادات. أيضا أيها الأحبة من الخوف المذموم ثالثا الخوف في باب الأرزاق. بعض الناس يخاف خوف شديد ويعلق الأرزاق بالناس، سبحان الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الأرزاق بيد الله عز وجل، والله لو اجتمع أهل الأرض لن يقطعوا عنك هذا الرزق، لن يستطيعوا أن يؤخروا درهم كتبه الله سبحانه وتعالى لك. هذا تقدير رباني من الله سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل. الأرزاق بيد الرزاق وليست بيد الناس حتى تخاف من فلان وعلان. أيضا رابعا من الخوف المذموم الخوف الوهمي. بعض الناس عنده الخوف زائد بحيث يشكل في حياته نوع مرض وسواسي، يخاف من كل شيء. فهذا الخوف في هذه الشريعة من الخوف المذموم. أيضا خامسا من أنواع الخوف المذموم الخوف الذي يقود الإنسان إلى القنوط عن العبادة،
يقعد عن العبادة بسبب هذا الخوف. يا إخواني هذه الشريعة جعلت للعبادة ثلاث أركان: المحبة والرجاء والخوف. فالإنسان في سير إلى الله عز وجل يوازن بينها، متى محتاج إلى زيادة الخوف يزيد، متى محتاج يزيد الرجاء يزيد، وهكذا. كما قال الإمام أحمد: إذا غلب أحدهما هلك. فالإنسان يسير بتوازن بين الرجاء والخوف والمحبة، فهي أركان العبادة. كما مثل ابن القيم مثال جميل، قال: العبادة مثل الطائر له رأس وجناحان، فالرأس المحبة، والجناح الأول الخوف، والجناح الثاني الرجاء، بهما يطير الإنسان، وبها يسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الخوف المذموم سادسا أن يكون الخوف في الظاهر دون الباطن. في الظاهر تجد عنده خوف، عنده وجل، لكن في الخلوات ما عنده هذا الخوف، ما عنده هذه الخشية، وهذا مذموم جدا. أن يكون خوف الإنسان ازدواجيا متناقضا، فالخوف ينبغي أن يكون في الظاهر وفي الباطن. سابعا من أنواع الخوف المذموم الخوف من أعداء الله عز وجل، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي معنى الآية: فلا تخافوهم، أي لا يخاف الإنسان أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم الحذر واجب، لكن أن يقع في نفسه رهبة وخوف شديد منهم فلا. وهذه في الحقيقة والله أنا عقدت كل الخاطرة لأجل هذه النقطة، لأن بعض الناس اليوم لما يرى تعاون المجوس مع الغرب مع الخوارج يقع في نفسه خوف شديد جدا، ويخاف من أعداء الله عز وجل. والإنسان المؤمن ما يخاف منهم، إذا أخذ الإنسان بالأسباب إن تنصر الله ينصركم. إذا حققنا توحيد الله عز وجل، وإذا حققنا معاني الإيمان، وإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالموعود لأهل الإيمان. فلا يخاف الإنسان من أعداء الله عز وجل، بل الإنسان المؤمن لديه يقين إذا كان مع الله سبحانه وتعالى فالغلبة لدين الله ومن كان على هذا الدين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. موعود الله حق لا يتخلف أبدا. ثم أيها الأحبة ختاما، كيف يستطيع الإنسان أن يوازن بين قضايا الخوف؟ متى يأتي بالخوف المحمود ومتى يجتنب هذا الخوف المذموم؟ كل ذلك يكون أولا بالرجوع إلى نصوص الوحيين. القرآن والسنة تبينان لنا متى يخاف الإنسان ومتى لا يخاف الإنسان. أيضا ثانيا مما يعين الإنسان على قضية الموازنة النظر في آثار سلف الأمة. انظروا في آثار الصحابة والتابعين ومواقفهم، متى كانوا يخافون ومتى كانوا يذمون الخوف، يعرف الإنسان أن يوازن. وأيضا ثالثا وأخيرا قضية المحاسبة تجعل الإنسان يوازن بين نوعي الخوف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخوف الصادق، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.